طيب مشاهدينا، رح نبدا باول منحه. عندنا منحه دراسيه باستراليا عم بتقدم جامعه اديلايد، منحه دراسيه للطلاب الدوليين بدرجه البكالوريوس والدراسات العليا ايضا. وهي المنحه متاحه للطلاب اللي هن بداوا الدراسه بالعام 2019، يعني لساتهم جداد. وطبعا هي المنحه مفتوحه لجميع الطلاب من اي دوله بالعالم. لتعرفوا تفاصيل اكثر فيكم تروحوا على اللينك على يوتيوب. وايضا عندنا منح دراسيه باوروبا عم بتقدم مؤسسات المجتمع المفتوح، منح دراسية ممولة بالكامل لدرجة الماجستير للأشخاص اللي بيتمتعوا بسجل أكاديمي ممتاز وخبرة احترافية متميزة ضمن مجالاتهم. وبتشمل هاي المنح تخصص الاتصالات، الصحافة، الإعلام، التاريخ أيضا والقانون والعديد والعديد من التخصصات الأخرى. بعض من الشروط التقديم هي أنه يكون المتقدم من بعض البلدان العربية مثل ليبيا، السودان، وسوريا ومصر. حصل على درجة البكالوريوس بعام 2018، يعني خريج جديد، ولازم انه يكون على الاقل بيعرف لغة انجليزية او فرنسية او المانية. وايضا عندنا دورة تدريبية لمخرجي المستقبل، رح ينطلق برنامج محترف الشرق المتوسط للافلام بدورته السادسة بشهر اكتوبر من عام 2019 لمدة 10 ايام. رح يفتح باب المشاركة أيضا لجميع العديد من المنتجين والمخرجين للمشاركة بهالدورة، اللي رح تساعد هاي الدورة المخرجين والمنتجين أيضا على تطوير النصوص السينمائية والخطط الإنتاجية تحت إشراف مرشدين وخبراء مختصين بصناعة الأفلام، بالإضافة للتدرب على تصوير أحد مشاهد الفيلم كتجربة عملية للفريق تحت إشراف مختصين. وطبعا لتعرفوا الشروط أكثر فيكم تدخلوا على الرابط على يوتيوب بعد ما تنزل الحلقة. وأيضا عنا كمان دورة إنجليش عم بتقدم منصة Perfectly Spoken لتعليم اللغة الإنجليزية، دورة مجانية عبر الإنترنت بعنوان الدورة التأسيسية باللغة الإنجليزية. وهي الدورة مخصصة للطلاب المبتدئين والطلاب اللي عم يستعدوا لاختبار جامعة كامبريدج باللغة الإنجليزية كت، والطلاب أيضا اللي عم يستعدوا لاختبار آيلتس طبعا، وخاصة بالاستماع والتحدث. فهي الدورة حتفيدكم كثير انكم تجتازوا هالاختبارات، وهي الاختبارات ما سهلة، هي صعبة. طبعا كمان عم تعلن منظمة اتجاهات على اطلاق مختبر الفنون العام السادس على التوالي بالتعاون مع معهد جوت. هو برنامج دعم الفنانين السوريين حصرا بتوجه من خلاله المنظمة لتقديم منح مالية للفنانين والكيانات الثقافية السورية بهدف دعم ممارساتهم الابداعية. هدف البرنامج هو دعم وانتاج اعمال فنية جديدة بكافة اشكال التعبير الفني والابداعي مثل السينما، الرسوم المتحركة، المسرح والرقص، والفنون الأداء والكتابة الإبداعية والفنون البصرية وأيضا الموسيقى. هاي كانت أبرز أخبار لليوم وأبرز المنح اللي حبينا أن نشارككم فيها. ما تنسوا تتابعونا على فيسبوك، تويتر، وإنستغرام لحتى تشوفوا حلقات فولو أب وتتابعوا آخر الأخبار. وما تنسوا تتابعونا على الإنستغرام لحتى تشوفوا الفيديو اللي نحن دائما بننشره على الإنستغرام أورينت، لحتى ندردش نحن وأنتم ونعرف آرائكم على موضوع أثار الجدل على السوشيال ميديا، وتنعرض آرائكم بفقرة فيدباك ببرنامج فولو أب. إذا حابين تعرفوا تفاصيل أكثر ادخلوا على اللينك على يوتيوب ضمن فقرة شير. أخباري خلصت، أنا صار لازم أودعكم، بس موعدنا بيتجدد بكرة بأخبار جديدة وترندز جديدة. باي باي.